حبيبي، قبل ما نبدأ لقاءنا السادة المشاهدين يعرفوا مين هم حديد العشري. الحقيقة حديد العشري هي شركة متخصصة في صناعة الحديد، تم إنشاءها من أكتر من 30 سنة تقريبا. ابتدت كقطاع تجاري، ولكن إيمانا منها بأن الصناعة جزء أساسي من الاقتصاد في مصر، فاتجهنا للجانب الصناعي. الحمد لله الشركة النهاردة بتعد من أكبر المصنعين للحديد في مصر، بننتج أكتر من 2.5 مليون طن من المصنعات الحديدية بشكل عام، على أولهم طبعا حديد التسليح، ممكن نوصل ل 1.2 مليون طن أوف الستيل ريبارز. ولكن ما يميز الشركة وبقوة هي تنوع المنتجات اللي الشركة بتقدر تقدمها. حديد العشري بتقدر تقدم للسوق المحلي منتجات بتصل ل 17 منتج ويمكن أكتر كمان، وقدرنا نصنعها بشكل محلي بنسبة 100%. الحديد دايما هو اللي عليه اللوم، أو دايما هو ترمومتر أو مؤشر ارتفاع التكاليف. دايما هو اللي شايل شيلة ارتفاع التكاليف كلها. ده حقيقي. الحديد تقريبا بيمثل كم في المية من المنتج العقاري، يعني المبنى أو المنشأة؟ الحديد أعتقد نسبته مش كبيرة. لا، هي نسبته مش كبيرة، ولكن أنا هأكد بس على كلامك، إحنا فعلا مظلومين، لأن إحنا دايما اللي بنلام في غلاء أي شيء ليه علاقة بالحديد. ولكن خلينا نبص، الكرسي اللي إحنا بنقعد عليه مصنوع من حديد، العربية اللي بتنقل الحديد لأي موقع مصنوع من حديد، العمارة مصنوعة فيها حديد. الحديد داخل كعامل قوي جدا في كل المنتجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، وبالتالي العين والنظر عليه جامد. اي تضخم واي انفليشن بيحصل، خصوصا مع كل اللي بيحصل حوالينا في العالم، يعني خلينا نقول انه امبارح بس زادت اسعار الخرد عالميا، فطبيعي جدا ان المنتج النهائي يزيد. انتوا كشركه منتجه للحديد، شركه مصريه وطنيه بتنتج الحديد، شايف الاسعار بتاعت الحديد راح لفين؟ قبل ما اقول الاسعار، شايف الديماند راح لفين، لانه انا ببقى مهتم اكتر من الاسعار بفرص البيع المتاحه للمنتج اللي انا بستخدمه. انا زي مصنع في الدنيا، لو الخامه زادت عليا، فبالتالي سعر الفاينل برودكت على المنتج على الكاستمر النهائي هتزيد. ده حقيقي. فانا كل اللي بعمله ان انا بحول خام لفاينل برودكت. الحقيقة ممكن يكون الفرق بيننا وبين مثلا المواطن اللي موجود في أوروبا ممكن يكون 10 أضعاف الاستهلاك بتاع الحديد. أنا مهتم بزيادة الاستهلاك بتاع الفرد اللي موجود عندي، اللي هو هيزود لي فرص البيع. مصر من 5-6 سنين كانت بتنتج يمكن يكون نص إنتاج الحديد اللي موجود دلوقتي. النهاردة في كل الصعوبات اللي بتواجهنا، إلا إن مصر دلوقتي بتنتج ضعف اللي موجود والاستهلاك مستمر. ماركت شير المصري، أنتوا تقريبا بتغطوا ده الحديد العشري in terms of capacity، إحنا بنتكلم في 25-30% من السوق المحلي، ولكن أنا بتكلم على كامل المنتجات. من أحد المنتجات اللي شركة حديد العشري بتنتجها هي أجهزة الري المحوري. إحنا عندنا في مجموعة حديد العشري في 4 مين بيلرز أو 4 شركات هم الأساسيين. التكامل اللي بين الأربع شركات دول خلتنا قادرين إن إحنا ننتج جهاز راي محوري كامل. كل شركة بتنتج جزء، لما ركبناهم على بعض عملنا جهاز راي محوري. كذلك المشاريع الجديدة الخاصة بالقطارات، ودعوة الفريق كامل، الوزير وزير النقل لتصنيع القطارات، سوري الفلانكات بتاعة القطارات دي محليا، قدرت مجموعة حديد العشري إن هي بشكل حصري للمجموعة إن هي تقدر تدعم وزارة النقل بإن هي تقدم الأجزاء الحديدية الخاصة بالفلانكات بالكامل. الحديد اللي جوه الفلانكة ده أنت أول شركة في مصر تعملها؟ خليني أكبر السكيل شوية، أول شركة في مصر وفي الشرق الأوسط. هنا احنا بنتكلم على التعاون ما بين حديد العشري والمشروعات القومية. طب على مستوى بقى القطاع الخاص، على مستوى القطاع الخاص، خلينا نقول القطاع الخاص بالنسبة لي هو حاجة من الاثنين، يا إما مشروعات هاوسنج، يا إما مشروعات قومية اللي هي الدولة بتعملها المتمثلة في الطرق والكباري وهكذا. في قطاع الهاوسنج أو في قطاع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمباني والعمارات، أعتقد إن إحنا في، مش يعني لو الرقم ما خنيش، قادر أقول إن في أكتر من 65 مكتب استشاري حديد العشري معتمد فيه. أكبر المشاريع الإنشائية الموجودة في مصر في العاصمة الإدارية وغير العاصمة الإدارية بالكامل حديد العشري مشاركة فيها. طب لو سألتك سؤال، إحنا آخر 3 سنين سعر حديد التسليح اللي بيستخدم في المباني، سعر الطن زاد كم في المية تقريبا؟ يعني ده رقم للأسف هيبقى كبير، لأن أنا بتكلم يعني من 3 سنين ممكن طن الحديد كان ب 12,000-13,000، النهاردة السعر وصل 32، ممكن احتمال يزيد شوية يقل شوية، هو فلكتويتنج بشكل كبير بسبب حاجة واحدة بس، إن الخامات نفسها is fluctuated جدا. التحديات اللي بتواجه صناعة الحديد،
طبعا الفلكتويشن اللي في الاسعار دي اكتر تحدي او اكبر تحدي ممكن يكون بيواجهنا في صناعه الحديد. برضو ان من التحديات الصعبه اللي بتواجهنا او كانت بتواجهنا وحاليا بقت اسهل شويه وهي عمليه الاستيراد ال 15 او 20% اللي احنا بنحتاجهم. ولكن مؤخرا في بعض الاجراءات اللي اتخذت الحقيقه خلتنا حاليا بقى في عندنا مساحه للاستيراد كويسه، وبالتالي خلتنا نتشجع ان احنا نروح ناحيه اعاده عمليه التصنيع بشكل قوي تاني. احنا في مصر النهارده ديفينتلي محتاجين بنسبه 100% كل شركة يكون عندها مركز بحثي قوي جدا يقدر يشوف الابتكارات الجديدة يختلق انا بس حتى مش بتكلم على الابتكارات، انا بتكلم على فرص انتاج منتجات جديدة ما كانتش بتتصنع في مصر. ما ده المهم ان انا الابتكار لو قدرت اعمل كده وقدرت اوفر المنتجات اللي احنا بن 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 بنستوردها الوضع هيبقى مختلف تماما. النهارده حديد العشري من الشركات القليله جدا اللي قدرت تنتج حديد التسليح بجريدز مقاومه للزلازل وليها مواصفات مختلفه عن المواصفات العاديه اللي كانت بينتج بيها زمان. الحاجه الثانيه قدره الشركه على انتاج انواع كتيره جدا من الصلب المخصوص اللي السوق المحلي والسوق العالمي محتاجه، ولذلك احنا 60% من انتاجنا في مجال الصلب المخصوص تقريبا بيصدر لاوروبا ويمكن توصل لنسبه الاكبر من كده كمان. لكن طمني، الناس كان في فتره كده الحديد مش موجود، يعني كان السعر عليه اوفر كمان عشان تجيب الحديد، دلوقتي الاخبار ايه؟ انا بس يعني هي السوق بتاعنا محتاج يبقى هادي، الحديد موجود وربما يكون في بعض الاشاعات اللي ممكن تكون بتضر بالسوق، ولكن الحديد موجود. أسعارهم بتختلف للأسف لأنه إحنا عايشين في وسط يعني أحداث عالمية للأسف بتأثر علينا بشكل قوي. النهاردة مصنعين الحديد حتى نفسهم مظلومين لأن هم ما بقوش عارفين يعملوا الاكسبكتيشن لتوقع سعر الحديد يبقى كام، لأنه الفاريبلز فيه الانبوتس عالية جدا.